حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض حل لعطل كانون الشهير وهو الـ 1726، والعطل ده بيظهر في جميع طبعات كانون اللي بتشتغل بنظام الخزينات الخارجية المعروفة بالحبر المستمر، زي مثلا الجي 3420 والجي 2420 والجي 3460 والجي 2460. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السامي، قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض حل لعطل طابعات كانون الشهير وهو ال 1726. هنطفي الطابعه عادي جدا، وهنشيل الفيشه من ورا، وهنلف الطابعة من ورا، هنلاقي مسمار تحت خالص، وبعد ما فكنا المسمار هنمسك دي كده ونطلعها، هنلاقي تحت واحد امتصاص، هنطلعها بكل سهوله كده اهي اهي، وتجيب واحدة امتصاص جديدة بالكامل اهي، دي واحدة امتصاص جديدة زي ما احنا شايفين، ونركبها اهي بكل سهولة، وبعد كده نقفل الغطا عادي جدا اهوت، وبعد كده نركب المسمار، وبعد ما ركبنا المسمار نشغل الطبعة ونشوف هتدينا عطل ايه. ودلوقتي هنبدأ نشغل الطبعة زي ما احنا شايفين، رقم العطل 1723 اختفى، وهنا بتقول لك رقم واحد معناه ان الطابعه جاهزه للاستخدام. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدت منه، اتمنى الموضوع يكون عجبكم، مستني اي استفسار ليكم بخصوص طابعات كانون. كان معاكم احمد السامي من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.